صباح الفل يا اسطى جابر. تاني يا خيري، ما انت عارف. امسك السندوتش ده، لسه فطران. امسك بس يا اخي، امسك. نقدم من عدمك. شاي شاي، حلاوه الربوع بالسلامه. تسلم لي يا دودو. نقولني بقى كوبايه ميه عشان اخد دواء. امسك يا خيري. سلم اللوش. سلم ان شاء الله. امسك يا خير. مأمورين يا ست تباه. مش انا قلت لك هعرفك على المعلم شردي؟ هو مستنينا دلوقتي. يلا تعال يلا. خلي العده معاك يا خيري. ماشي، شيل العده معاك. اللي اعطاك يعطينا يا معلم جابر. يا بعت يا رب. السلام. اقعد. انت متأكد ان هو نفس الواد؟ وراح على فين؟ طيب اقفل انت، انا هكلمك تاني. دبش انت، ده دبش انت زفت. ايوه يا معلم. تطرش. لا مؤاخذة المعلمين، في عملية عايزك انت اللي تقوم بيها. جاهز يا معلم. وبعدها لك يا منصور. الله، ده مهما كان ابنها وقلبها وكيل عليه، كنت عايزني اقول لها ايه يعني؟ ده حاج ده حاول يقتلني. ايوه طش شباب يا منصور، عيل صغير مش عارف هو بيعمل ايه. وبعدين انت الكبير يا منصور، انت العاقل. خده في حضنك كده وطبطب عليه وخليه يصفى من ناحيتك. حاضر يا حاج، حاضر. انت عارف انا ما اقدرش اكسر لك كلمه، حتى لو نجح وصابت معاه المره الجايه وقتلني فداك. ما الكلمه دي وراها حاجه تانية انت عايز تقولها، ما تختصر كده وتقول على طول. هتجاوبني يعني؟ انا هكدب عليك مثلا يعني؟ طب انت في حاجه مخبيها عليا ما قلتهاليش؟ اخبي ايه وليه؟ طب مين يا حاج نياز سليم اللي انت بتبعت له من ورايا فلوس بقالك سنين ده؟ بتعمل ايه يا حاج؟ لا هتشوف، هتشوف دلوقتي بعينيك. تسلمي عهدتك دلوقتي حالا وتسيب الشركه. انا؟ ليه يا حاج؟ انا عملت ايه؟ ما اللي ما تحافظش على سر صاحب الشركه يبقى مالهاش عيش عنده. وهي ما حافظتش سر مين بس؟ انت هتستعبط يا منصور ولا ايه؟ ومين اللي يعرف بحكايه التحويل دي؟ محدش يعرف غيرها هي. انا ما قلتش لحد حاجه، انا قلت لك حاجه يا استاذ منصور، اتكلم لو سمحت، انا طقت بكلمه. يا حاج مين قال لك بس ان هي اللي قالت لي؟ ما انا هيكون مين يعني؟ البنك كلمك الصبح لقى تليفونك مقفول فكلموني عشان في حاجه ناقصه في التحويل. ناقصه؟ ناقصه ايه؟ كلمهم يا حاج وانت تعرف، البنت ما عملتش حاجه، بريئه وانت ظالمها. يلا رحمه، روح انت شوفي شغلك دلوقتي. ده بعد اذنك طبعا يا حاج. يا حاج ما قلتليش بقى مين الراجل ده؟